السلام عليكم يا جماعة. اللي يسأل على التوسيعة فوق بهالشكل هذا، ينحط فيها الشفاطات والفضال أو فضال الزيت، هاي بنحط فيها عزقة من تحت. أوريكم الصورة شوي. هاي التوسعة هاي نازلة لجوا زي الغدرية علشان بتنزل الترسبات عشان ما تعبي المداخل. هذا فضال الزيت حق المداخن حق المشويات. الافران طبعا ما تحتاج، الافران بتكون زي هاي، من الافضل ان تكون المدخنة 30 في 30. اما المشويات من الافضل تكون زي هاي. طبعا هاي راح تتسكر وبين الحين والاخر بتنفتح. دعواتكم والله يوفق الجميع ان شاء الله.